هنعرف اكتر عن خيريه وعلاقتها بفراوله وشركه النصب اللي عاملينها من جيلان علاء اللي عامله دور خيريه. جيلان برحب بيك على اكسترا نيوز. ميرسي على المقدمه الطيبه الصغيره حلوه المختصره ايوه. جيلان كل سنه وانت طيبه الاول. وانت طيبه ومبروك على المسلسل مسلسل فراوله. طبعا الناس عارفه جيلان طبعا ان هي انفلونسر وبلوجر وبتعمل فيديوهات دمها خفيف جدا وساخره جدا, فطبعا اللايت كوميدي مش بعيد عليكي خالص. لا مش بحبه يعني أوه. اي كوميدي لايت بقى مش لايت يعني اي حاجه, انا بحب الكوميدي جدا بس جداً. اكيد حاجه جذبتك بقى للسيناريو بتاع محمد سليمان عبد الملك. بصي انا بحب اي حاجه مش فيا ككاركتر اطلعها يعني. انت كده كده التمثيل, انت لو حد بيحب التمثيل هو شخص بيحب يعمل حاجه مش بتاعته مش هو. ما هو اصل لو انا بمثل شخصيتي فانا ما بمثلش بس انا بمثل اي حاجه مش فيا فبحس بمتعه يعني. هي شخصيه قويه وقادره جدا وهي الشخص اللي بيقود العلاقه يعني, فانا ده مش طبيعي خالص وانا مش كده خالص. انا مش فولوور ولا ليدر في العلاقات, انا عاديه يعني احنا بنشير كل حاجه يعني بناخد وندي بني ادمين يعني. لا في العلاقه دي لا, انا عامله زي ميمي شكيب كده عارفه في البحث عن فضيحه كانت أيوة. الشخصيه القويه دي فكان عاجبني فكره ان هي كده. توني بقى العكس خالص, حتى نظراته بريئه وطيب قوي يا حبيبي ولما بزعق له بياخد جنب. انت المسيطره يعني انا المسيطره عارفه اغنيه بتاعت مسيطره أيوة. انا الاغنيه دي بتاعت مسيطره دي, فانا عجبني ان انا بعمل حاجه انا ما عملتش الشخصيه دي قبل كده. وتوني احنا بنعرف بعض من زمان قوي, مثلنا مع بعض من زمان جدا, من اول حاجه انا عملتها دراما في حياتي كان رايح المدام وهو كمان, فاحنا عارفين بعض من زمان فاتبسطت ان احنا بعد 2017 ربنا جمعنا في حاجه حلوه ورول اكبر وكنا لسه بادئين, ف يعني كنت مرتاحه للفكره. ده معناه ان في كيمياء بينك وبين توني جدا. طيب ايه اكتر حاجه كده بتحسين في بينك وبين توني فيها كيمياء بالذات في فراوله بقى لو هنتكلم؟ لما بصي هو انا بحب الناس اللي بتفهم افهاتي يعني اللي بتلقطني فهو بيلقطني وانا بلقطه, فانا بحب نهزر مع بعض اقول له على حاجات وبفاجئ بيها استاذ محمد علي وبتعجبه استاذ احمد دسوقي بتعجبه, فانا ببسط ان احنا في اللوكيشن هم بيشجعوك مساحه ايوه يلا قولي انا مش عايزه اكبت انا عايزه اقول. فانا مبسوطه ان هم بيرضوا يخلونا ان احنا نقول اللي احنا عايزينه وفي بينا كيمستري حلوه, واحنا اللاين بتاعنا اصلا في النص كده كمان هم مختاريننا ككابل لذيذ كوميدي فانا بلعب على ده بقى. جيلان انت شفتي فراوله في حياتك قبل كده؟ قابلتها كتير, يمكن زمان من اول فكره الكيونت هو القعده بتاعه اللي هو يلا هنقنعك وتاخدي الطاقه سيبك من كده بقى هتاخدي حته حديده كده هتخليكي في حته تانية وهتخليكي مليونيره والحاجات دي اي حظاظات والحاجات اللي فروحت البابايا قلت له, قال لي مش تطلعي بره انت عايزه تتقبض عليكي انت نصابه. فقلت له نصابه ليه؟ بقول له دي حاجه حلوه ده انا ممكن كلنا يبقى معانا فلوس. انا كنت بتكلم بمنتهى حسن النيه على اساس ان انا لسه متخرجه من الجامعه وعايزه اعمل فلوس ولاقي صحابي معاهم فلوس فقلت طب دي حاجه قال لي لا ده دول بيتقبض عليهم انا بابايا ظابط انا دول بيتقبض عليهم يقول لي ايه التشكيل اللي جاي من الاخر فانا بعد ما فهمت الموضوع وبدا يبقى ترند قوي وفي ناس فعلا حصل لها مشاكل وفي ناس اعرفها دخلت السجن ناس اعرفها اتسجنت فانا فهمت اللي ابويا كان بيقوله لي وبعد كده فهمت بقى. فانت من اول موضوع كيونت الى موضوع انه ده الطاقه وان انت تصدقي في الطاقه وانك تصدقي في شخص ان هو ده اللي بيقول لك اعملي وما تعمليش زي ما الناس بتعمل النهارده على السوشيال ميديا ايا كان هو از ذا مين الايكون الكاركتر او الايقونه اللي بتقول لك دوز اند دونتس ولا انت شهر 7 ما تشتريش البيت ده انت شهر 3 اتجوزي فوق ده ضحك فانا لو همشي ورا كده فلا هو الموضوع كله ده شفته على السوشيال ميديا وشفته في الحقيقه. طيب جيلان ان شاء الله تكسري الدنيا ونشوفك في حاجات احلى واحلى ان شاء الله. ميرسي اشكرك جدا واتشرفت بيك.